هذه المفاجأة تعتد ليا، لا تقالوا لي راه ميتة، جابوا لي وصافي. إيوا الخبر الله يسمح لنا من الوالدين، ما غاديش نقدوا ذاك، لأنه الهموم ديالنا نساها لينا سيدنا. قاب بالعمل كل شيء ما تلينا قدينا نقولوا حتى شي حاجة اللي كنا باغيين فيها هي داك الشيء اللي كاين. هذه هنا في الدوار معروفة بالطيبوبة ديالتها والإنسانية ديالتها، أنها السيدة كانت واحد المجموعة ديال العائلات اللي هي اليتامى كانت كتمولهم وكانت كتصيفطيهم لمسيحيتهم شهريا، وملي كانت كتجي كانت يعني ديك الأفضل ديالتها على مجموعة ديال الناس هنا كانت مزيانة صراحة. فمني جا القضاء والقدر وخطفها بيناتنا، حنا ما حناش ضد القضاء والقدر ديال الله سبحانه وتعالى، بضد بالطريقة اللي هاد السيدة اللي ماتت بها اللي ما كتمتش الدين الإسلامي بصيغة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله، سيدنا محمد رسول الله. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون، ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداد فهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. Yeah.